من دبي نحييكم مشاهدينا في نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها. اشتباكات متواصلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وشمال كردفان وجنوب دارفور، والحكومة السودانية تقول إن 7 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية. بمشاركة الآلاف من قوات الأمن، تركيا تواصل عملية أمنية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء البلاد، وتعتقل العشرات بينهم مسؤولون وسياسيون. والرئيس الأوكراني يتفقد جبهات القتال المحتدمة شمال شرق أوكرانيا، ووزير الدفاع الروسي يؤكد صد كل الهجمات في باخموت وزاباروجيا. تحتدم المعارك في السودان ولا تنفك أن تهدأ واحدة الماضي. في أحدث الأخبار لدينا مشاهدينا، وزير الدفاع التركي يعلن تدمير 16 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وفي نشرتنا بعد الفاصل، منح جائزة نوبل للفيزياء لثلاثة علماء طوروا تقنية تشخيص مخبرية للكشف عن أثار الأمراض في عينات الدم. أحييكم من جديد لليوم الثاني، وبمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.